أخبار اليوم. سيناء بتمثل عزة، بتمثل فخر، لأن هذه الأرض اتروت بدماء شهدائنا الأبرار عشان نحقق بها العزة ونحقق بها الكرامة باستردادها من إيد أعدائنا، وفي نفس الوقت بتمثل لي مرحلة بناء لأنها بترتوي مع عرق شرفاء من عمالنا ومن جنودنا البوازل علشان تطرح مشروع قرن كلنا بنحلم بيه. محور قناة السويس، محور قناة السويس بيمثل لي إعجاز وإنجاز، لأنه هذا الإنجاز في هذه الفترة الوجيزة وأنا شايف وأنا باجي تباعا وباجي متابع وبشوف، أنا شايف أن هذا الإنجاز وراء إعجاز المواطن المصري. تمام.